أهلا بكم إلى جولة في الصحافة العربية والعالمية من القدس.com. البداية من الصحافة المحلية التي اشتركت عناوينها في إعدادها الصادر اليوم الأربعاء بالاهتمام بالمخططات الإسرائيلية الاستيطانية في القدس والضفة. صحيفة القدس كتبت على رأس صفحتها الأولى: حي استيطاني جديد على جبل المكبر في القدس، يضع حجر الأساس له وزير الإسكان الإسرائيلي ورئيس البلدية. واستطلاع للرأي يقول: غالبية الإسرائيليين يرفضون الانسحاب إلى حدود ما قبل عام 67. وفي عنوان آخر: مجلس الوزراء يحذر من الدعوات الإسرائيلية لقتل الأسرى فور اعتقالهم ويدين اعتداءات الجيش والمستوطنين. ونقرأ أيضا: منحة بقيمة 21.5 مليون يورو لتطوير ودعم البلديات. أما صحيفة الأيام فكتبت: خطط لبناء حي استيطاني في جبل المكبر ونمو أعداد مستوطني الضفة بنسبة 2.1%. تحري هلال شوال بعد غروب شمس اليوم بعد توقعات أثارتها الدعوة السعودية لتحريه أمس. وفي الشأن المصري، الأهرام: الرئاسة المصرية تعلن اليوم فشل جهود الوساطة لإنهاء الأزمة. وفي الشأن السوري، المعارضة تتقدم صوب معقل الأسد وتستولي على مطار عسكري مهم قرب حلب. وفي أبرز العناوين من صحيفة الحياة الجديدة: الأسواق تكتظ بالمواطنين عشية العيد، رمضان يعيد الحياة إلى البلدة القديمة في الخليل، وضع حجر الأساس لمشروع استيطاني في جبل المكبر الأحد المقبل. ونقرأ في الصحيفة أيضا: الرئيس يعقد جلسة مباحثات مع العاهل السعودي، وعدد السكان في المستوطنات يزداد أسرع بمرتين مما هو عليه في إسرائيل. إلى الصحافة الدولية التي استحوذ الملف السوري على اهتمامها، صحيفة الشرق الأوسط السعودية عنونت صفحتها الرئيسية تقول: خادم الحرمين ومحمود عباس يجتمعان بمكة المكرمة، الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني بحثا الجهود المبذولة لتحقيق سلام شامل وعادل. وفي عنوان آخر: المعارضة السورية تسيطر على مطار مينغ وتقترب من مسقط رأس الأسد. ونطالع أيضا: 60,000 فلسطيني نزحوا من سوريا يواجهون معضلة الإقامة والعمل. أما صحيفة الحياة اللندنية فكتبت: نظام الأسد يرتبك بعد سقوط مينغ والاقتراب من القرداحة. وفي الشأن المصري: مصر فشل الوساطات يفتح باب التصعيد. ونقرأ أيضا: قتلى من القاعدة بغارة في اليمن وإجلاء موظفي سفارتي أمريكا وبريطانيا. لبنان: الجيش يتحضر لأننا نقترب من الخطر، وقهوجي يتشدد في العلاقة بالقيادة السياسية. ختام هذه الجولة، أجمل تحية وأترككم مع أبرز ما نشرته الصحف العربية والعالمية من رسوم كاريكاتيرية.